من بين 25,000 متنافس و173 دولة، ومن مجموع 418,000 صورة، حصل المصور الشاب عبد الله عماد وهو عراقي الجنسية من محافظة الأنباري على المركز الخامس عالميا من خلال تقديم 3 أعمال اختير أحداها كأفضل صورة. أعمال النهائية وصلت الأعمال إلى المرحلة النهائية بالتصفيات 25,591 صورة. الحمد لله أنا دزيت أو أرسلت 3 أعمال، رشحوا عمل واحد فاز عندي بالمرحلة النهائية أو بالاختبار النهائي، حصلت على شهادة مشاركة في روسيا أو على مستوى العالم بتصوير الماكرو معترف بها دوليا، وشارك بهذه المسابقة أكثر من 173 دولة بعد أن تمت التصفيات النهائية. هكذا استطاع عبد الله أن يكسر جميع الحواجز من خلال حبه وتفانيه لفن التصوير وتخصصه في تصوير الحشرات والمخلوقات المتناهية في الصغر. انتقالات كثيرة بسبب التخصص اللي اختصيته بعد 2016 اللي هو محور الماكرو. واجهت يعني أو سمعت بعض الكلام اللي محبط أو محبط، لكن أنا ما توقفت وبقيت مستمر بالعمل وبقيت يعني مجد إلى أن وصلت للي أريده، وإن شاء الله القادم أفضل. رغم قلة الإمكانيات إلا أن هذا الشاب حدد اتجاهاته من خلال ضبط بوصلة حياته ليرسم عالمه الخاص. بداية مشواري بالتصوير الفوتوغرافي أو مجال عملي واجهت صعوبات كثيرة من ناحية المعدات أو من ناحية الأشخاص اللي موجودين يعني حولنا، واجهت انتقادات كثيرة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، هذا شعار عبد الله الذي اتخذ من خلاله منحا غير حياته. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.